فضيلة الشيخ والدكتور أكاديمي في جامعة في نيجيريا، إن شاء الله يعني مكسب أموركم. نستمع إلى كلامكم الطيب، سمعنا عنكم كثير. أهلا بك في بلدك الثاني الأردن الذي يحتضن كثير من شباب نيجيريا، عبارة عن نماذج مشرقة جميلة. تفضلوا الاخوه يستمعوا لكلامك الطيب ان شاء الله. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اخواني الكرام في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسرني سرورا جزيلا جزيلا ان اكون امامكم متكلما، واولا أشكر الله عز وجل وأشكر إمامنا. إن دل هذا الاستقبال والاحترام على شيء، إنما يدل على توحيد كلمة الله بيننا، أو توحيد صفوفنا بصفاتنا المؤمنين إخوانا. وبهذا عمل حكمة بالغة من قضاء الله جزاه الله خيرا. هذا يدل على الأخوة الإسلامية، وإلى هذا يدعون الإسلام. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. ويسرني كذلك أن أذكركم ما كان معلوما عندكم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. كلمتي هذه الوجزة تتركز على هذه الميزة الكبرى التي نفتقدها بين المسلمين اليوم. وما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا يعني أن للإيمان حلاوة وذوق، ذوق وذوق الإيمان لذيذ، ولا يجد هذا الذوق إلا من وجدت عنده هذه الأخلاق الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فما الخصلة الأولى؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما. أريد منكم أن تتنبهوا إلى استعمال ما لغير العاقل. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مما سواه، قال مما سواه. لماذا؟ لتشمل هذه الكلمة الناس والحيوان وكل شيء، يعني أنك تحب ما تحبه لله عز وجل. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الإنسان يريد أن يتكلم ويفكر أولاً، هل هذا الكلام يرضي ربي عز وجل أو يبغضه؟ الإنسان يريد أن يرتدي زياً أو لباساً أو ثوباً، يفكر أولاً، هل هذا في مرضاة ربي أو يسبب غضب من ربي عز وجل؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فليسأل كل واحد منا أن نفضل حب الله على حب غيره، أن نفضل حب النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما نتطرق إليه بفعله. هذه الخصلة الأولى. فمن لم يوجد عنده، لم توجد عنده هذه الخصلة، يتدين ويتصور كالمسلم لكنه بعيد من الحقيقة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يأتي إلى المسجد، يسجد في المسجد أو يجلس في المسجد، يتقرب إلى الله عز وجل، يراعي قوله ولبسه ومشيته ومعاملته الناس. الخصلة الثانية: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الذي يريد أن يجد ذوق الإيمان، ذوق الإيمان. وتعرفون أننا إذا ودعنا الماء أو العسل، كلنا عرفنا أن العسل لذيذ، لكن من كان مريضا يقول لكم بأن العسل
مريض عنده مر، لأنه يوجد عنده علة. فالمسلم الذي يوجد عنده علة في عقيدته لا يجد ماذا؟ ذوق الإيمان وحلاوة الإيمان. فالخصلة الثانية التي تساعدك على أن تذوق لذة الإيمان هي ماذا؟ أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. ولنا أحاديث كثيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة يوم القيامة أن ينادي يوم القيامة: أين المتحابون فيا؟ أو أين المتحابون بجلالي؟ لماذا يناديهم الله عز وجل؟ ليشرفهم، ليكرمهم، لأنهم تحاببوا في الله عز وجل. يا أخي المسلم المصري لي المستمع إلي، هل تحب أخاك لله أو تحبه للونه؟ هذا يقول أنا. لذلك بدأت بالاعتراف إلى قيمة ما صدر من الإمام إلينا. بعض الناس يقولون: هذا من أفريقيا لا أحبه، ماذا يقول هذا؟ هذا سود، هذا أسود، هذا كيف، أين تعلم حتى يتطرق أمامنا، يتكلم أمامنا؟ هذا دراسة كبرى لنا تعلمناها من خلقه، من خلق سيدنا وإمامنا هنا، جزاه الله خيرا. آمين. الخصلة الثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أحب واحد الآخر لأجل الله عز وجل، لذلك أثروا أنفسهم، أثروا غيرهم على أنفسهم. لو تذكرتم حادثة في حرب، هناك بعض المسلمين بعد الحرب جرحوا في جهلهم في مكان ضعفاء، وأتى صحابي بكأس من الماء إلى واحد منهم، قال: لا، أنا أحتاج إلى الماء، لكن الذي يليني أحوج إليه مني. سبحان الله. فقدم الماء إلى الذي يليه، فهذا أشار إلى الذي يليه، قال لأخي: هذا يحتاج إلى الماء مني أكثر مني، حتى قدم إلى الذي يليه قبل أن يصل الذي يسقيه إلى الصحابي الأخير. توفي ورجع إلى الذي قبله قد توفي، والذي قبله قد توفي. لماذا؟ لأنهم أثروا غيرهم على أنفسهم. لماذا؟ للحب في الله. علينا أن يحب أحدنا بعضنا لله عز وجل، وبواسطة حبنا لله عز وجل نذوق الإيمان، نتفرغ للعبادة. ويعطينا الفوائد، تعطينا الفوائد التي وعد الله كل من تفنى في عبادته. وأخيرا يا آبائي وإخواني الشرفاء، أن يقرأ الخصلة الأخيرة التي تسبب ذوق لذة الإيمان للمسلم، أن يقرأ أن يعود في الكفر بعد أن كفر الله منه. الإنسان الذي يريد أن يجد حلاوة الإيمان في كل لحظة في آياته يقرأ كل شيء يعيده إلى الكفر، قولا كان وفعلا، مشاركة في أي مجلس، مشاهدة فيديو، وأعيد بأن هذا الذي أشاهده يسبب الله ويسبب لي الكفر. لأن أحيانا الإنسان يجلس ويستمع إلى أقواله، وهذه الأقوال تسبب له الكفر، تسبب له الشك. إذا ورد الشك في القلب الإنسان يشك في ربه، يشك في وحدانية الله عز وجل، يكون كافرا. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يعود إلى الكفر؟ لأن يعني كثير منا، يعني الإسلام أتى إلى بعضنا، ليس بعضنا مسلمين أولا له في أول أمره. الآن اكتشفت أشياء كثيرة، عرفت التوحيد، فهمت القرآن، فهمت السنة، تعبد الله عز وجل، الآن اجتنبت عن الشرك، كل شيء يرجعك إلى الشرك اجتنبه، ابتعد عنه. أحيانا ترى أصدقاء وترى بأن مصاحبتي هؤلاء الأصدقاء تسبب لي أن أعود إلى الكفر، جنبهم عدة إلى عنهم.
المشكلة الكبرى التي نعاني منها في العالم كله الآن هو ماذا؟ التواصل الاجتماعي، سوشيال ميديا. التواصل الاجتماعي تشاهد المرأة عالية. في التواصل الاجتماعي ترى الناس تعلموا اللغة العربية وفهموا القرآن ويحولون وهم يؤولون الآيات. إذا رأيت بعض الناس يتكلمون في الإسلام ما لا يجوز فلك أن تبتعد عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: وقد نزل في القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم إذا جالست الذين يقولون يستهزئون بالقرآن يلعبون بالقرآن يقولون آيات القرآن وقلت فقط رأيت الإنسان لم أتكلم جالست أنت منهم، إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. من المنافقين الذي جلس يستمع إلى الاستهزاء بالقرآن؟ من المنافق الذي راح الآن ما أشاهده خلاف عقيدتي وجالس مطمئنا يبتسم ويتنزع بالكفر؟ طبعا هو لم يتكلم ولكن يتلذذ بالكلام الذي كان خلافا لسنة الرسول، هو من المنافقين. إن الله جامع المنافقين والكافرين الذين يستهزئون بالقرآن ويؤولون آيات القرآن في ماذا؟ جهنم جميعا. والعياذ بالله من أن نكون من أهل الجهل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، آمين، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بارك في سعينا وبارك في حياتنا. نحن وفد من نيجيريا، وفد مجمع البحوث والتدريب، هناك مؤسسة علمية في نيجيريا تسمى مجمع البحوث والتدريب. للأمين العام لهذه المؤسسة العلمية مجمع البحوث والتدريب هو أستاذ الدكتور حمد السعيد الفاعل، هو رئيسنا، ونحن وفد إلى اتحاد الجامعات العربية بعمان وإلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية. اللهم نتضرع إليك أن تجعل السلام دائما في غزة في فلسطين، آمين. اللهم سلم أهل فلسطين من المشكلات، آمين، من البلايا، من شدائد، آمين. اللهم سلمهم، آمين. اللهم كن عونا منهم، آمين. اللهم دمر أعداءك أعداء المسلمين، آمين. اللهم دمرهم كثيرا، آمين. اللهم إنا نتضرع إليك أن تبارك في حياة ملك هذا البلد الكريم، آمين. اللهم أعينه، آمين. اللهم أيده، آمين. اللهم كن ناصرا له، آمين. اللهم زدنا عملا في بلدنا هذا، آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، آمين، ورزقا واسعا، آمين، وشفاء من كل داء، آمين. مرة مجددا نقول لك جزاك الله خيرا على هذه الفرصة. سجلتم في ذاكرة ما لا أنسى ودرستم منكم ما قد درسته في القرآن، طبقته بأخلاق القرآن. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة الدكتور على هذه الكلمات الطيبة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. نحن كما تفضلت فضيلة الدكتور يعني نتشرف بمعرفة الصالحين أزالكم. أبو بكر رضي الله عنه أعتق بلال، كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أنتم ساداتنا وأنتم إن شاء الله يعني منزلتكم إن شاء الله عند الله العظيم نلتمس سعادتكم. الإخوة في المسجد يحبوا أن يسلموا على حضرتكم، فتفضل إخوة يعني نسلم على سكينة، هناك ضيافة قهوة وتمر إن شاء الله ومقاومة كبيرة. Thank you.
الشيخ يسلم ان شاء الله بعدين نصور.